تعالوا نتعرف مع أبرار طوقان. يعد شراب الشاي ثاني أكثر أنواع المشروبات استهلاكاً في العالم بعد الماء، حيث يستهلك 24.5 مليار كوباً من الشاي أسبوعياً حول العالم، ليعود ابتكاره إلى أكثر من 4000 عاماً قبل الميلاد. فهل نعرف قصة ابتكار الشاي وفي أي الدول انتشرت؟ تعالوا نتعرف. يحكى أن هناك إمبراطوراً صينياً قام برحلة يومية باحثاً عن نباتات وأعشاب صالحة للأكل، إلا أن الإمبراطور تسمم عن طريق الخطأ فبدأ يعاني من أعراض التسمم، فجلبت الرياح ورقة لإحدى النباتات ووقعت في فمه، وبعد أن مضغها شعر بالتحسن بحسب الأساطير الصينية. أما عن الرواية الثانية فيحكى أن الملك كان في حديقة قصره الجميل يستمتع بشراب الماء الحار، وكان في يوم الخريف سقطت ورقة نباتية في الكوب، وإذ بلون الماء يتغير إلى اللون الأسود، إلا أن الملك لم ينتبه لهذا الشيء فشرب الماء وهو يتعجب لتغير طعمه، فأحب هذه الورقة النباتية وأعجب بطعمها، وأمر الباحثون أن يبحثوا عن هذه الورقة في الغابات، ومن هنا كان اكتشاف الشاي. وكانت أوراق الشاي في البداية طعاماً ثم تحولت إلى شراب، ومع مرور السنوات انتقل الشاي من الصين إلى اليابان ومن ثم إلى أوروبا، كما تعد أكثر الدول استهلاكاً في العالم هي تركيا ثم إيرلندا وإنجلترا. أما عن العرب لم يعرفوا الشاي حتى القرن 19 الميلادي، لتحتل المغرب ثم مصر والسعودية الأكثر استهلاكاً في العالم العربي. تعالوا نتعرف مع أبرار طوقان.